للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بك دكتور عبد الباقي شمسان. جاء في تصريح لمتحدث باسم التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي دمرت 30% من مخازن القمح في الحديدة، لماذا برأيك؟ طبعا الأزمة الإنسانية أحد أوراق الضغط أو مدخل من مدخلات إدارة الصراع. هم منذ البداية وهم يعني منذ الانقلاب تدريجيا وهم يخلقون أزمة إنسانية بتدمير البنية التحتية ببيع المساعدة الإنسانية بقطع المرتبات. عندما تحدث أزمة إنسانية يتم هنالك ضغط دولي لإيقاف المعارك، وإيقاف المعارك يعني الحفاظ على الحوثيين، وبالتالي هم يعرفون أن المدخل الوحيد الضغط على دول التحالف على السلطة الشرعية هو المدخل الإنساني، وبالتالي هم يلعبون على هذا الدور. ثانيا لديهم تطمينات من الدول المهيمنة بأنه لن يتم اجتثاثهم بل سيتم استيعابهم، يعني هم يلعبون بشكل مريح. هم يدركون أن هناك دلالا دوليا لهم في اليمن، والدليل على ذلك أننا تم الاعتراف بهم كطرف من أطراف النزاع بعد تصفية صالح في ستوكهولم. تم التعامل معهم بشكل ندي مع دول التحالف. هناك خطوات كلها لصالح الحوثيين، لكن هم يكسبون مزيد من الوقت لتعزيز هذا الموقع الجديد لهم، ولكنهم سيذهبون تدريجيا نحو تطبيق اتفاقه بالحديدة، لكن بعد وقت طويل لأنهم يريدون مزيد من الوقت. كيف يفهم حديث الحوثي عن حمايته للشعب، بينما طبعا هذا الحديث عن ما سماها أطماعا إقليمية، بينما يقوم بقصف وينهب المساعدات الغذائية، كيف يستوي ذلك؟ طبعا نحن نفصل بين الخطاب الإعلامي والتصريحات وبين الاستراتيجية. نحن أمام جماعة تسعى إلى السلطة التي قطع عنها الشعب اليمني عام 1960، لكن هذه الجماعة تعمل وفق استراتيجية. هذه الاستراتيجية يتم التخطيط لها في إيران وفي لبنان عن طريق حزب الله، وبالتالي هم يتبعون خطوات استراتيجية من حيث التصريح، من حيث الحديث، يعني هم يتحدثون عن السلام وبنفس الوقت يتم إطلاق القذائف على المواطنين، يتحدثون عن الأزمة الإنسانية. ونحن قد أشرنا إلى هذا حوالي قبل عامين، قلنا أن المدخل الإنساني سيكون أحد أدوات الصراع إذا لم تتنبه دول التحالف والسلطة الشرعية بأن الحوثيين يعتبر ذلك مدخلا. طيب. الأمم المتحدة دكتور عبد الباقي أعلنت الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة، إلى أي مدى ترى أن ميليشيا الحوثي ستلتزم بذلك؟ هناك فرق بين إعادة الانتشار، هناك خطأ في يقولون انسحاب، هو إعادة الانتشار ما هم مسيطرين، لأن إعادة الانتشار يعني هم موجودين بالأحياء باللبس المدني، الجهاز الإداري موالي لهم، بالتالي حتى هذا الاتفاق سيتم التلاعب به، لأنهم بحاجة إلى تقريبا كم شهر حتى يقبلوا بالحديدة، لأنهم يريدون الضغط حتى ينفجر الوضع في الجنوب. وبعد انفجار الوضع في المناطق الجنوبية سيتم الحديث عن أطراف نزاع جدد يتمثل بالحراك الجنوبي، وتصبح مهمة السلطة الشرعية تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية. هم سيناورون حتى تنفجر المناطق الجنوبية. هناك لعب على الزمن، لكن الحوثيين لن يقبلوا حلا جزئيا بميناء الحديدة، هم يريدون حلا شاملا. أول خطوة من الحل الشامل إنهاء شرعية عبد الرب منصور هادي والحكومة التابعة له. نحن أمام جماعة تعمل باستراتيجية منذ جنيف، لكن للأسف الشديد دول التحالف والسلطة الشرعية هي التي تتعامل كردود أفعال وليس لديها استراتيجية، أو بالأصح لديها استراتيجيات خاصة تتمثل بتحقيق مصالحها في اليمن وإضعاف السلطة الشرعية بهدف الاستيلاء على موارد البلد وتقسيمه. طيب ما توقعاتك لتقرير المبعوث الأممي لمجلس الأمن الدولي، لا سيما بعد كل هذه الانتهاكات والخروقات للاتفاق التي قامت بها ميليشيا الحوثي؟ مجلس الأمن الدولي لن يتخذ مزيد من الإجراءات، بالتدريج هو بدأ الملف اليمني عاد للمجتمع الدولي وتحديدا لبريطانيا بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا العودة لسحب الملف إلى بريطانيا، سيتم رفع السقف يعني العقوبات تدريجيا، بما يعني يحافظ على الحوثيين، والدليل على ذلك الحوثيين أطلقوا النار على هددوا رئيس فريق المراقبين، أطلقوا في السابق النار على ولد الشيخ، أطلقوا على منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. هناك دلالة دوليا وهناك استراتيجية ببقاء الحوثيين طرف على شاكلة حزب الله على الأقل، أو كسلطة واقعية في حال انفجار الوضع في المناطق الجنوبية وإعلام فك الارتباط. نحن أمام سيبقى الصراع في المناطق الشمالية بهدف إضعاف كل القوى واستنزاف المملكة العربية السعودية. نحن أمام مخطط ما زال مستمر، ويبدو لي يتجه باتجاه النموذج العراقي، بحيث أن كردستان هي المناطق الجنوبية. بعد أن نوحت لندن دكتور بالحل العسكري في اليمن ضد ميليشيا الحوثي، إلى أي مدى تعتقد أنه ربما سيكون هناك تأييد أممي يمكن أن يدعم الحل العسكري المطروح؟ لا أعتقد أن هنالك حلا عسكريا مهما تعنت الحوثيين، لأن الحوثيين يتحركون في إطار إدراك للمصالح الغربية، هم يحققون المصالح الغربية ولا يتجاوزون الخطوط المتعارف عليها. هم يعلمون أن المجتمع الدولي يريد هذا الوضع الهش، يريد الحفاظ على الحوثيين، وبالتالي لن يكون هناك حسم عسكري حتى وإن سمحوا الدول التحالف أن تقصف بعض المواقع العسكرية أو تعود حتى للمعارك الحديدة. عندما تتقدم القوات سيتم إيقاف ذلك، كما حدث منذ سنتين عندما تدخلت روسيا ومن ثم ألمانيا وأخيرا بريطانيا وأمريكا أوقفت المعارك الوحيدة. نحن أمام مخطط للسيطرة على باب المندب والسيطرة على، كما تعلم هناك الآن تقارير ظهرت تقول أن مخزون النفط في اليمن يعني الاحتياطي الغير مكتشف يساوي كل احتياطي بلدان الخليج العربي، وبالتالي كشفت كثير من الأوراق بأن وخاصة المناطق الجنوبية لها الجانب الأكبر من هذه الموارد. نحن أمام أطماع في باب المندب الذي يمر من خلاله 4.5 مليون برميل نفط يوميا، وأمام أطماع في السيطرة على بلدان النفط في المنطقة. نحن أمام مشروع أحد أهم أهداف السيطرة بقاء الوضع اليمني هش وضعيف متعدد السلطات. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا من اسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي.